السلام عليكم عشاق هواتف سامسونج جالاكسي الرائدة، ولدينا هنا خبر حصري وممتاز من شركة سامسونج. جالاكسي اس 24 برو قرار جديد ومفاجئ من شركة سامسونج. كل هذا واكثر سوف تشاهدونه ان شاء الله في هذا الفيديو. لا تنسوا الضغط على الزر اشتراك لكي يصلكم ان شاء الله جديد القناة، وفعلوا زر الجرس، ولا تنسوا دعم القناة ايضا بلايك، وتابعوا الفيديو حتى النهاية. تتوالى تسريبات حول الهواتف القادمة من سامسونج، والحديث يدور باستمرار عن سلسلة الجالاكسي اس 24 برو، حيث من المتوقع أن يتم الكشف عن هذه السلسلة في بداية عام 2024. بالنسبة لمواصفات هذا الهاتف، هاتف جالاكسي اس 24 برو، تشير بعض التسريبات الجديدة إلى أن سامسونج تأمل في رفع مستوى مبيعات وشعبية الهاتف المتوسط من السلسلة جالاكسي اس 24 بلس. أحدث التسريبات تلمح إلى أن سامسونج تفكر في إجراء تغيير بسيط على الهاتف وتطلق عليه اسم جالاكسي اس 24 برو، ويأتي بمواصفات جبارة بدلا من البلس لكي يحصل الهاتف على شعبية أكبر. كما أوضح التسريب أن هناك تحسين طفيف على عدسة التليفوتو في الهاتف الجديد، مما سيجعله منافسا أفضل لأجهزة الشركات الأخرى المنافسة، وأيضا سيكون منافس للألترا. وأفاد التقرير أيضا أن الهاتف سوف يبدأ من سعر 999 دولارا أمريكيا، مما سيجعله منافسا بقوة من حيث السعر أيضا. وكانت تسريبات قد كشفت مؤخرا أن هواتف جالاكسي اس 24 لن تحصل على أي تحديث أو تطوير من حيث التصميم، وستكون مشابهة تماما لسلسلة الاس 23 كما ذكرت في فيديو البارحة، مع بعض التعديلات الطفيفة على الهواتف. ماذا تتمنون أن تجلب سامسونج مع هواتف أو سلسلة الاس 24؟ هل تريدون أن يكون أو أن تكون نسخة البلاس أو نسخة البرو مثل ما تشاهدون على هواتف الايفون أو هواتف شاومي؟ تجدون النسخة العادية ونسخة البرو ونسخة الماكس أو الألترا. هل تريدون نفس الشيء أو تتمنون نفس الشيء بالنسبة لشركة سامسونج؟ شاركوني في التعليقات، ولا تنسوا دعم القناة. دمتم سالمين، مع السلامة.